مفروض أن أكون عارف شو الإشارة إذا أنا مهتم في اللعبة. فالإشارات التحكيم يعني كمتخصصين في التربية الرياضية، كأساتذة التربية الرياضية، المفروض أنه يكون في عندنا علم بهذه الإشارات، شو مدلولاتها، والحكم لما يعطي إشارة شو المقصود فيها. خلينا نأخذ الإشارة إشارة ونشوف شو مقصود في هذه الإشارات. أول إشارة نحكي عنها هذه الإشارة اللي هي إشارة السماح بالإرسال. لما يروح اللاعب يوقف على الإرسال حتى يرسل، فالحكم بمد إيده بهذا الاتجاه إذا كان الإرسال من هذا الاتجاه، إذا كان الإرسال من هذا الاتجاه بمد إيده بهذا الاتجاه. لما يصفر الحكم، بعد ما يصفر بعطي إذن بالإشارة. لاحظ شيء في الإشارة، مرة نعيدها، الحكم بعطي إشارة على الجنب، بمد إيده على الجنب وبعطي صافرة إذن في الإرسال. ليش هذه الإشارة؟ لأن أحيانا بكون الجمهور بصيح، بكاتب، بشجع، فالإشارة هذه حتى لو أنت كلاعب ما سمعت الصافرة، المفروض مجرد ما شفت الإشارة بهذا الشكل تعرف أن الحكم أعطاك إذن بالإرسال. إذا أول إشارة في كرة الطائرة اللي هي الإشارة الإذن بالإرسال، مد الذراع على الجنب، وثانيها بعد الصافرة. طبعا بعد الصافرة بعيدها قدامنا هاي مرة، اللي هي الإذن بالإرسال. إذا اللاعب بمد أو الحكم بمد إيده على الجنب على استقامتها، وبعد الصافرة بيكون بعملية إيش؟ بعملية إن بثني إيده، هذه دليل أو إشارة للاعب إن الحكم أعطاك إذن بالإرسال. الإشارة الثانية، لاحظ الحكم، أي الحكم بلف ايد على خلف الظهر وايد امام الظهر. هذه الايد مقصود فيها تغيير الملاعب. لما ينتهي الشوط واللاعبين، احنا بنعرف الكره الطائره فيها 5 اشواط، لما ينتهي الشوط وبدنا اللاعبين يرجعوا على اخر الملعب، رجعهم على اخر الملعب، فالحكم بلف ايده من ايد للامام الصدر وايد من خلف الظهر، هذه ان للاعبين اذن بتبديل الملعب. اللاعبين ما بدلوا أماكنهم من ملعب لثاني، يعني من اليمين للشمال، فريق ألف بكون في اليمين وفريق باء في الشمال، وخلص الشوط ورجعهم الحكم على آخر الملعب، بعطيهم إشارة بعد صافرة بهذا الشكل اللي شايفينه قدامنا، الذراع لا أمام الجسم والذراع الثانية خلف الجسم. هذه يعني بمعنى إن غيروا الملاعب سواء بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه، الحكم بعطي الاشاره. الان في عندنا، بتعرف في كره الطائره في عندنا 2 وقت مستقطع مسموح للحكم ان للفريق انه ياخذها. 2 وقت مستقطع، مده كل وقت مستقطع 60 ثانيه. وين تاخذهم؟ وقت ما انا بدي. قالوا اللي بيطلبهم المدرب من الحكم الثاني. قالوا اللي بيسمح للتايم اوت، للوقت المستقطع، اللي بيسمح فيه اللي هو الحكم الثاني، بعطي صافرة وبعطي إشارة بهذا الشكل اللي شايفينها قدامنا، بحيث أن الحكم بيرفع إيده الأولى وبحط إيده الثانية على شكل حرف T تايم أوت، وبأشر على الفريق اللي طلب تايم أوت، راح أشر على الفريق اللي طلب تايم أوت. لاحظ هاي الحكم أعطى إشارة لمين؟ إن الفريق هذا اللي أخذ التايم أوت. ليش؟ عشان المسجل بيسجل على ورقة التسجيل التايم أوت، لأن إحنا مسموح لنا 2، هذا لازم يسجل في ورقة التسجيل. فبعطي إشارة حرف T، إشارة للملعب اللي طلب التايم، هاي إشارة باتجاه الفريق. لاحظ إن الإشارة بتروح باتجاه الفريق اللي طلب تايم، يعني الإصابع بتأشر للفريق اللي طلب التايم. إذا كان التايم أوت بالاتجاه الثاني، طبعاً الحكم بده يغير الاتجاه بحيث إنه بصير اتجاه الأصابع وبأشر للجهة. مهم جداً إن الحكم يعطي إشارة بشكل دقيق حتى يفهم عليه الحكم المسجل، حتى يفهم عليه الحكم الثاني، حتى يفهم عليه المدربين الاثنين، حتى يفهموا عليه اللاعبين، حتى يفهم عليه الجمهور. يعني إشارات أناقة الحكم، إذا الحكم ما عنده إشارات صحيحة ما بيظهر بالشكل الأنيق. يعني إحنا كنا في بداية ما بلشنا في القوانين، كنا إن الحكم لازم يكون عنده قدرة فن إدارة المباراة، وفن إدارة المباراة إنه يكون أنيق في إشارته، وهي اللي بتخلي بتظهر لنا مدى التفاهم بين الحكم الأول والحكم الثاني وحكام الراية وحكام المسجل. مش
شوي للحكم الثاني المسجل يسألك هو قالوا له طلب تامر، هو قالوا له خد تامر. لا، الإشارة هي اللغة المشتركة بين أركان اللعبة جميع، سواء الحكم الأول والحكم الثاني وحكام الراية والمسجل والمدربين واللاعبين وأيضا الجمهور. هذه أركان اللعبة جميعها إلها لغة واحدة اللي هي لغة إشارات التحكيم. فأنا بعطي حرف تي والاتجاه، حرف تي والاتجاه، لاحظ بعيدنا إياها مرة مرتين ثلاث. طبعا احنا حكينا ان في عندنا التكنيكال تايمر، التكنيكال تايمر طبعا ما في الاشاره، في صوت زنور في داخل الصاله، او اذا فيش صوت زنور بيكون في عندي صافر عند حكم المسجل بعطي اشاره ان صار العدد 8 او العدد 16، وهذا مجبرين فيه او هو مطلب من مطالب المباريات الدوليه ومخير في المباريات المحليه. يعني اذا في عندنا بطوله محليه بيلعبوا نادي المزارع مع نادي عروره، نادي المزارع نادي عروره مش مجبرين يطبقوا التايم اوت، التكنيكال تايم اوت التايم اوت الفني، لكن التايم اوت اثنين تايم اوت المسموح للمدرب ياخذ اللي هن 60 ثانيه، هذول في اي وقت المدرب بيقدر ياخذهم وبيقدر ما ياخذهمش. يعني انا بقدر اني انا ما اخذ، طبعا ما بنتكلم اذا انا ما اخذتش التايم اوت خلال الشوط الاول ما بنتكلم مع الشوط الثاني، يعني ما بقدر اخذه في الشوط الثاني يصير عندي 4 تايم اوت. خلاص كل شوط الى الأوقات المستقطعة الخاصة فيه والتبديلات الخاصة فيه. طيب الإشارة اللي بعدها، نروح على الإشارة اللي بعدها. لاحظ هذه الإشارة، الساعدين بلفوا حوالين بعض، الحكم بلف ساعديه بهذا الشكل. هذه إشارة للتبديل، يعني من طلب تبديل طبعا لازم تعطي برضه إشارة. يعني أنا كمدرب لما بدي أطلب تبديل بعطي إشارة بهذا الشكل، بلف إيدي بهذا الشكل اني انا طلب التبديل. لما انا بعطي صافر او بقول يا حكم، بعطي صافر طبعا في المباريات الدوليه بكون في عندي جرس، برن الجرس بعطي اشاره اما بدي تايم اوت او بدي تبديل. اشارته هي مثل ما هي قدامنا، المدرب او الحكم بلف ايديه ساعدين حوالين بعض. قديش مسموح للتبديل في قانون كره الطائره؟ يسمح للفريق بست تبديلات خلال الشوط، كل شوط 6 تبديلات، هذه نسميها التبديلات القانونيه. 6 تبديلات مسموح لي في الشوط، انا كحكم بعطي الاشاره بنفس الطريقه اللي اعطاها اللي هو الحكم. وين بصير التبديل؟ طبعا لازم يكون اللاعب جاهز لحظه التبديل. يعني انا لما اطلب تبديل بصيرش انا اصير انادي على اللاعب تعال، في حال اللاعب مش جاهز على طول الحكم برفض التبديل، برفض التبديل بقول يا كابتن خلي اللاعب. اول مره اذا عملها المدرب وكان اللاعبين مش جاهزين طلب تبديل واللاعبين مش جاهزين فبامكانه يرفضه. المره الثانيه اذا صار في تاخير لعب بصير في عقوبات، بصير في عندي انذار اللي هو الكرت الاصفر والكرت الاحمر. في البدايه بعطيه تنبيه كرت اصفر تاخير لعب، بعدين بصير في عندي تاخير اللي هو انذار كرت احمر، بصير في خساره نقاط. فحركه داريه التبديل وانت بطلبها لما انا اكون جاهز ومجهز اللاعب بحيث انه مباشره من حين طلب التبديل يدخل اللاعب على منطقة التبديل. منطقة التبديل مثل ما حددناها اللي هي بين الخطوط المتقطعة في ملعب كرة الطائرة على امتداد الخط اللي هو خط الهجوم من الطرفين، على طول اللاعب يدخل في المنطقة. إذا كان في عنده أرقام شايلها أرقام فالحكم، فاللاعب بيدخل شايل رقم اللاعب اللي جوا. يعني أنا بدي أطلع برا، أنا بدي أدخل جوا رقمي 7، شو بشيل؟ بشيل رقم البديل اللي بده يدخل جوا عشان اللاعب اللي جوا يعرف انه هو اللي طالع. رقم 6 جوا الملعب هو اللي بده يطلع. قديش مسموح للتبديل؟ مسموح ل6 تبديلات قانونيه، واحنا كنا او ما حسناش انا ممكن التبديلات في كره الطائره 6 تبديلات، منها تبديلات قانونيه وتبديل بسبب الطرد وتبديل غير قانوني وتبديل استثنائي. التبديل بسبب الطرد هو احد التبديلات القانونيه، اذا لاعب انطرد لازم يستبدل بتبديل قانوني. إذا كان ما فيه تبديل قانوني يخسر الفريق الشوط أو المباراة. طيب التبديل غير القانوني إن لينا بنلعبها محل نادين، ونادين نادين بدها تلعب مع لينا أساسي ونادين احتياط، نزلت نادين محل لينا، بعد شوي إجا المدرب بدل تالا محل نادين. طبعا هذا تبديل غير قانوني لأنه مفهوم في كرة الطائرة إن اللاعب اللي يستبدل مرجع مطرحه، بيرجع في نفس المكان تبعه، محل اللاعب اللي طلع مطرحه، هذا يعتبر تبديل غير
قانوني. ايضا في عندنا تبديل استثنائي اذا كان الفريق عنده لاعب مثل الحاله اللي كناها قبل شوي، عندي ست تبديلات خلصت كانوا خلص هالشيء ونصاب لاعب في جوا الملعب، هنا بما اني خلصت التبديلات من شان يعني الروح الرياضيه وان المباراه تستكمل بشكلها الطبيعي، فالحكم بيسمح بتبديل استثنائي للاعبين للاعب، هذا خارج تبديلات القانونيه بنسميه التبديل الاستثنائي. اذا هذه الاشاره اخرى مره يقول عيد، هاي اشاره التبديل، اشاره التبديل اللاعبين. الاشاره هذا الحكم شال الكرت الاصفر ورفعه، هذا لفت نظر لا ما بنسميه انذار، في الالعاب الثانيه ممكن نسميه انذار لكن في كره الطائره يعتبر لفت نظر. وين تبعطيه؟ لاعب اساء السلوك، لاعب اخر اللعب، لاعب يعني اساء لزميله، لاعب اساء للخصم، لاعب احتمى الحكم بطريقه غير لائقه، ممكن نعطي لفت النظر للاعب. طبعا الكرت الاصفر بيظهر مره واحده في المباراه للفريق، يعني انا طه ساوى خطا معين اعطيته كرت اصفر، بصيرش اعطيه اخرى مره كرت اصفر، وبصيرش اعطي زميل اخرى مره كرت اصفر. خلاص مجرد ما طلع الكرت الاصفر مره بعدها بتصير العقوبات بالكرت الاحمر اللي هي خساره نقاط. اذا برفع ايدي في وشايل الكرت في ايدي بوجهه للاعب اللي عمل الخطا. الكرت الاحمر هو عباره انذار، اظهار بطاقه الحمراء انذار، وهذا عليها عقوبه، انذار للاعب عليه عقوبه خطا، يعني مجرد اذا تالس عملت خطا بتستوجب الكرت الاحمر، فانا بعطيها كرت احمر، بعطي كرت احمر، وعلى طول الحكم المسجل بيضيف نقطه لفريق الخصم. اذا كان الارسال معنا احنا الارسال معنا ينقل الارسال للخصم بياخذوا نقطه، اذا كان الارسال معهم بيظل الارسال معهم بياخذوا نقطه. الان الاشاره اللي بعدها الكرتين مع بعض بشيل الاحمر والاصفر مع بعض، هذا في حال ان اللاعب زادها صار زادها اصفر من مره في المشاكل تبعته وصار في عنده يطرد اللاعب من الشوط، طرد من شوط، يعني محمود ساوى مشكله استحق انه ياخذ الكرت الاصفر الاحمر يعني طرد. اذا متذكرين حكينا في مناطق اللعب في منطقه سميناها منطقه الجزاء اللي هي بتكون خلف منطقة البدلاء متر في متر باللون الأحمر، في هذه المنطقة بنحط اللاعب بنقعد اللاعب المطرود من الشوط وليس مباراة. طبعا الشوط اللي بعده شو بيرجع على الملعب عادي إذا الفريق بده يلعب. الآن الإشارة اللي بعدها الكرتين مع بعض، لاحظ كرت أصفر كرت أحمر منفصلات، هذه استبعاد من المباراة، لاعب اعتدى على لاعب، لاعب اخذ طرد ورد عمل نفس المشكله، يعني استوجب الاستبعاد من المباراه. على طول ترفع له الكرت الابيض والاصفر والاحمر مع بعض وبتخرجه من المباراه. طبعا هذا لازم يخرج من الملعب جميعا ويروح على منطقه تبديل الملابس، ممنوع يرجع اللاعب، ممنوع يرجع. طيب واحد يسال سؤال، لو هذا اللاعب اللي انطرد او استبعد، اللاعب اللي استبعد ما كانش له تبديل قانوني بيخسر الشوط او المباراه، يبدل فقط تبديل قانوني من ضد ست تبديلات. اذا كان الفريق بدل تبديلاته وما ليش تبديل اللاعب يخسر الفريق الشوط او المباراه. اذا هذه الاشاره اللي بعد، الان الاشاره اللي شايفينها قدامنا نرفع الساعدين هنا مع بعض ان انتهى الشوط، بعد ما اصفر واعطي النقطه للفريق الخصم عرفت ان النقطه 24، على طول بقرب ايدي بهذا الشكل متقاطعتين مع بعض. وهذه ممكن استخدمها باستخدام ثاني، انتبهوا معي، يعني هذه الاشاره ممكن استخدمها انا حكم اول، سالت الحكم الثاني عن نقطه معينه في المباراه فبعطيني اشاره بهذا الشكل، انا ما شفت شيء، استحاله الحكم بنسميها، انا ما شفت التحكيم، ما شفت النقطه، ما شفت الكره اوت ولا ايه، لكن هي الإشارة هذه في نهاية الشوط الحكم بيرفع الساعدين متقاطعتين أمام الصدر إذانا بانتهاء الشوط، إذانا بانتهاء الشوط. الإشارة اللي قدامنا لما لاعب يروح يرسل، إحنا كنا لاعب اللاعب لما يرسل لازم الكرة تترك الإيد،
لازم تترك اليد. فلاحظ الحكم في باطل الإشارة بيرفع ايدها كاملة، لأن في إشارة رح تجينا أخر شوي مشابهة إلها هي بتخربشنا شوي، فالحكم لاحظوا عليه بيرفع ايده كاملة كاملة لعند مستوى الكتفين، بيرفعها من تحت عند مستوى الكتفين. هذا إذا اللاعب راح يرسل وما قام برفع الإرسال أو ترك الكرة للحظة ضرب الإرسال، يعني المفروض أن أنا يا بتنزل الكرة يا بتطلع، بس الكرة أخذها من إيده مباشرة ممنوع. إذا هذه الإشارة اللاعب ما قضى في الكرة عند ضرب الإرسال. اللاعب هنا شوف لاحظ رفع إيده الحكم بشكل 8 ثواني، أعطى إشارة 8 ثواني. شو يعني 8 ثواني؟ ها إن اللاعب اللي راح يرسل بعد الصافرة تعدى 8 ثواني، تعدى اللاعب 8 ثواني، فأصبح هذا اللاعب يستحق اللي هو العقوبة، فبرفع له إشارة بهذا الشكل، بهذا الشكل إنه 8 ثواني بعد ما أعطي الإرسال للجهة الخصم برفع يدي بهذا الشكل 8 ثواني. إذا هذه إشارات اللي هي 8 ثواني. هذه الإشارة رفع أيديه مستقيمات فوق، الحكم رفع أيديه مستقيمات لاحظوا أمامه، خطأ الصد، إخفاء الصد. شو الإخفاء الصد؟ يعني أنا رحت أرسل إجوا 3 لاعبين من زملائي وقفوا قاعدوا يتمطمطوا على الشبك بحيث إنهم بدهم يحاولوا يمنعوا الخصم إنه يشوف اللي هو الإرسال. هذه الحالة طبعا تحسب إخفاء الصد، وأيضا تحسب خطأ صد. يعني شو خطأ صد؟ إن إذا في لاعب عندنا من المنطقة الخلفية دخل ولمس الكرة أثناء عملية الصد ونسميه الصد المكتمل يحسب خطأ صد. وأيضا إذا اللاعب الليبرو لاعب الحر اللي بيلبس لباس مختلف عن زملائه، هذا اللاعب قام بالصد المكتمل أو محاولة الصد، هنا بنعتبرها إيش؟ بنعتبرها خطأ صد، وترفع يديك بهذا الشكل كحكم. يعني إشارة مجرد ما رفعت يديك بهذا الشكل بيعرف اللاعبين إذا كان في لحظة إرسال يعتبر خط إخفاء إرسال، إذا كانت في لحظة الصد إن في لاعب من المنطقة الخلفية شارك في صد مكتمل، إذا هذا خطأ الصد. لاحظ هذه الإشارة، الحكم بيشيل السبابة وبيعمل دائرة، بيرفع يده بيعمل دائرة. هذه تنحسب لشغلتين، الشغلة الأولى إذا كان في عندي خطأ مركز وإذا كان في عندي خطأ دوران. شو الفرق بينهم؟ خطأ المركز هو خروج اللاعب عن مركزه لحظة ضرب الإرسال. في لحظة ضرب الإرسال الحكم الثاني هو صاحب الحق في إطلاق صافرة على الفريق المستقبل، والحكم الأول يكون هو صاحب الحق على إصدار صافرة على الخطأ المرسل، لأن في تبادل أدوار. إحنا دائما نقول أسهل إشي على الحكام، شيء نعلمهم نقول لهم يا عمي الحكم الأول عينه على الطاولة والحكم الثاني عكس الطاولة. الحكم الأول أنت مش جمهور تحضر في المباراة، أنت حكم بتطبق في القانون. فمجرد ما شفت لاعب المرسل أو لاعب مستقبل لحظة ضرب الإرسال كان خارج منطق خارج المركز تبعه، يعني لاعب مركز 2 بتعدى على مركز 3، إذا حكينا عن علاقات بين المراكز لاعبين، علاقات بين المراكز لاعب مركز 1 إلى علاقة مع مركز 2 ومركز 6، بحيث أنه ما لازم لاعب يتعدى على زميله أثناء لحظة ضرب الإرسال، إشارتها بهذا الشكل. طب شو خطأ ترتيب الدوران أو خطأ الدوران؟ خطأ الدوران إنه يكون بالإرسال لاعب لا يحق له الإرسال، يكون بعملية الإرسال لاعب لا يحق له الإرسال، يعني الإرسال لتالا راحت لينكا راكلة ترسل من عجكة المباراة راحت ترسل. أنو اللي بيكتشف هذا الحكي؟ الحكم، أي حكم من الحكام مسموح له، بس بالعادة اللي بيكتشف هذا الشيء اللي هو الحكم المسجل. فالحكم المسجل إذا شاف هذا الحكي مجرد ما اكتشف الخطأ لازم يعطي صافرة ويبلغ الحكم الثاني فإن في عنده خطأ مركز، خطأ دورة. إذن هاي إشارتها بهذا الشكل، هاي دورة، وبأشر على اللاعبين اللي عملوا، طبعا لازم تأشر على اللاعبين اللي عملوا خطأ المركز. طيب هذا الكرة داخل الملعب، أعطي إشارة مد يدك على نص الملعب بس، لا تأشر وين راح تطور شيء، ما
مدي يدك على نصف الملعب ان الكره داخل الملعب، اذا كانت على اليمين الكره على اليمين ال، اذا كانت على الشمال الكره ام من جهه الشمال. هاي بدا الحكم هون اللي بعلم فينا الجهه، اذا كانت من جهه الشمال بعطي شمال، اذا كانت من جهه اليمين بعطي يمين. كره خرجت اوت، لاحظ الحكم بيرفع ايديه قدامه بهذا الشكل امام الجسم بهذا الشكل ان الكره خرجت اوت، الكره خرجت اوت. شو يعني الكره خرجت اوت؟ لمست سقف الصاله، لمست اي عائق، لمست الارض خارج الملعب، لمست الحكم، لمست الانتينات، الانتينات اللي حكينا عنها، اي جسم غريب تلمسه خارج حدود الملعب تعتبر الكره اوت. وهذه اشاره الاوت، بنعيدها اخر مره. هاي ارفع ايديك امام الجسم، ارفع ايديك امام الجسم، هذه الكره خارج. الان اذا لاحظ الحكم هنا لما كنت تلتم فرق بين اشارتين، اذا بدك تشيك قبل شوي حكيت لكم انتبهوا لاشاره الارسال، الارسال لما اللاعب يخطف الارسال الحكم بيرفع ايده بهذا الشكل ممدوده، بينما لما انا بدي العب بدي احكي عن كره حمل، فلاحظ الحمل شو بعمل، انا بخلي ايدي بهذا الشكل وبرفعها، ايدي ظلت هذا العضد ممدود ورفعت ايدي بهذا الشكل، هذا شو معناها؟ الكري او المسك، يعني اللاعب لما يضرب الكره، احنا كنا الكره من شروطها انه لازم اللاعب يكون اما بضرب الكره بدون حمل وبدون مسك، بدون حمل وبدون مسك، اذا كان في مسك او في عندنا حمل للكره هاي اشاره الحمل قدامنا، الحكم شيء بيرفع ايده متنيه بهذا الشكل. الان الحكم رفع ايده بهذا الشكل علامه النصر اللي هي اثنين. علامة العلامة اثنين، مش هيد ولا هيد ولا هيد، هيا السبابة والوسطى رفعهن بهذا الشكل، هذا دليل ان في لاعب رافع عصفور لمس الكرة مرتين متتاليتين. احنا بنعرف كرة الطائرة ممنوع ان اللاعب يلمس الكرة مرتين متتاليتين، هذا العب لمسة الصد طبعا، يعني انا جيت ارفع الكرة ورديت ضربتها، او مثلا انا لعبتها بالهان ورديت لحقت ايدي بالهان، هذه تعتبر ايش؟ تعتبر ضرب الكره بشكل خاطئ اللي هو اللي هي اشارتها بهذا الشكل اللي هي لمستين الكره. طيب اذا رفع ايده اللاعب الحكم لمستين، لحد الان باقيين على لمستين، هذا الحكم رفع اربع اصابع، رفع ايديه بهذا الشكل اربع اصابع، هذا يعني الفريق لمس الكره اربع مرات، احنا بنعرف ان قانون كره الطائره بقيد اللاعبين بلمس الكرة ثلاث مرات للفريق، كان الفريق إذا لمسها أربع مرات تعتبر خطأ، برفع إيدي بهذا الشكل للاعبين إذا لمس الكرة الفريق أربع مرات. هذا لما يصير شبك، لما يصير شبك لاحظ ما تعجبكش حالك، بس مجرد ارفع إيدك بهذا الشكل وأشر على الشبك حتى لو أنك بعيد، ارفع إيدك بهذا الشكل وأشر على الشبك. هاي نعيد اخر مره، اللاعب رفع ايده، الحكم رفع ايده شوي بزاويه، اشر على الشبك، اشر على الشبك، اشر على الشبك، ان في لاعب طبعا لازم تاشر بعدها على اللاعب اللي قام بعمليه الشبك. الاشاره هذه مهمه جدا يا جماعه، هاي الاشاره رفع ايده اللاعب الحكم عند صدره بهذا الشكل. احنا كلنا اذا متذكرين ان ممنوع انا البس الكره وهي داخل منطقه الخصم. هذه بنسميها التعدي، الوصول خلف الشبك. شو يعني الوصول خلف الشبك؟ يعني انا لمست الكره كفريقي على في اللحظه اللي كانت الكره داخل ملعب الخصم، ممنوع المس الكره وهي داخل ملعب الخصم، فاشارتها بهذا الشكل اذا اللاعب لمس الكره سواء في الهجوم، سواء في الصد، سواء في الاعداد، باي طريقه الكره لازم تتعدى، اللي هي طبعا الا في الصد مسموح لها، بينما في الهجوم وفي الكرات الثانيه، الكره الثانيه بالذات حتى لو صاد بعد ما يخلص الفريق الخصم هجمته انت مسموح لك الصد تلمسها، لكن قبل ما يهاجمها اللاعب كم ياخذ فرصه اللاعب في الهجوم ممنوع. اذا اشارتها بهذا الشكل بتحط ايدك قدامك وبتعطي اشاره بهذا الشكل، هذه اللي هي الوصول خلف الشبك ان لاعب لمس الكره في ملعب الخصم. لاحظ هذه الاشاره، رفع ايده ممدوده راح يكمل هالكره،
لاحظ بينزلها اخذها بهذا الشكل. يعني انا هاي رفعت ايدي فوق ونزلتها قدام بهذا الشكل، رفعت ايدي فوق ونزلتها بهذا الشكل، هاي خمر بعيد. هذه شو؟ هذه اذا هذه عدة مرات. اذا اللاعب الخلفي لاعب مركز واحد ومركز ستة ومركز خمسة هاجم الكرة من داخل المنطقة الهجومية الأمامية، احنا كنا لاعب الخط الخلفي ممنوع يضرب الكرة من هو داخل المنطقة الأمامية، لكن إذا وثب من الخلف ودخل جوا فيش مشكلة، بس إذا أنا لحظة الوثب لمست الخط معناها أنا شو؟ أنا صار في عندي نوع من اللي هو الخطأ، هذه إشارتها بها هي إيدي ممدودة وبنزلها. أيضا وأنت مستخدمها إذا اللاعب الحر، لاعب الحر الليبرو هاجم كرة، في القانون يمنع اللاعب الحر بإكمال أي كرة هجومية، عشان يكون أي كرة فوق مستوى الشبكة ممنوع يكملها. فإذا أكملها اللاعب معناها بنعطيه إشارة بإيش؟ بهذا الشكل، هي إيدي ممدودة بنزلها قدام وجهي، إيدي ممدودة بنزلها قدام وجهي، هذه بنسميها اللي هي خطأ مهاجم في المنطقة الخلفية. لأن الإشارة الأخيرة هذه بعتقد الأخيرة هي أشر، إحنا بنعرف في خط تحت الشبك، هذا الخط ممنوع الخصم لما أنا أهاجم أو يجي إني أدخل على منطقة الخصم، فإشارة إيش؟ بأشر في الإصبع على منطقة اللي هو خط النص، خط النص إن لاعب دخل لمنطقة الخصم، لاعب اجتاز اللي هو ملعب منتصف الملعب، أو إذا لحظة ضرب الإرسال كان في لاعب واقف خارج الملعب. إحنا شو كنا؟ كنا يجب أن يكون جميع اللاعبين داخل الملعب لحظة ضرب الإرسال، جميع اللاعبين لازم يكونوا داخل الملعب لحظة ضرب الإرسال. طب في لاعب بالغلط بالقصد بالغرور بالمنعرف إيش رجله برا وبعطي إشارة بأشر الخط اللي هو واقف عليه وبعطي إشارة إنه كان خطأ هم. أما هي الإشارة كانت سابقة لمين؟ لا اللاعب اللي بينزل اللي هو بيجتاز اسفل الشبك. اخر بعرف اشارات الخطا اللي هي اشاره الابهاميه بنرفعها بهذا الشكل، الابهام بنرفعها بهذا الشكل قدامنا، هذه اعاده الكره لما يصير في عندي خطا مزدوج، يعني خطأين في نفس اللحظه، اثنين لمسوا الشبكه في نفس اللحظه، واحد لمس الشبكه واحد سوا، المهم اي خطأين في نفس اللحظه على طول بعطي إشارة بهذا الشكل. طيب وين تخرج نعطيها؟ إذا كان في عندي مثل الحكم أطلق صفرة بالخطأ أثناء المباراة على طول بعطي إشارة أجين، ما تحسبش نقاط لحكم المسجل، هذه إشارة اللي هي الأجين أو إعادة الكرة في الألعاب المزدوجة، برفع الحكم الإبهامين أمام الجسم، برفع الحكم الإبهامين أمام الجسم. هذه آخر كرة هي هذه، إذا لمست الكرة أنا طلعت بلوك صابت إيدي الطابة طلعت أوت، في هذه الحالة شو بدي أحسبها؟ برفع إيدي، لاحظ رفعت إيدي قدام جسمي الأولى بجيب الثانية هون وبعطي لمسة بهذا الشكل أو العكس، هاي إذا هذه لمس الكرة يعني لمسة إيدي طلعت أوت، أنا جيت أستقبلها لمسة إيدي وجيت خارج ملعب الحكم بعطي إشارة بهذا الشكل بعطيش إنها أوت، بعطي إنها لمست بمعنى إنها لمست وطلعت أوت، واضح؟ فهذه الإشارات اللغة العالمية بين الحكام، لكن في عندنا حكام ثانيين اللي هم حكام الراية، في عندنا حكام نسميهم حكام الراية، وهذول لهم مهاماتهم الخاصة في كرة الطائرة. إذا الكرة كانت إن لاحظ الحكم شيف بعطي إشارة، لازم يكون منتبه يكون له شخصية، لاحظ إن الحكم يعني إذا بيحترم حاله اللباس تبعه الشخصية الأدوات اللي بيستخدمها الإشارات، لاحظ الإشارة هذا حكم شو بده يعطيها، حكم الراية شاف الكرة تنتبه متابع الكرة على طول أعطى إشارة في داخل الملعب، فهذه إشارة إن الكرة في داخل الملعب. هاي أخرى مرة بدي أعيدها، اطلع هاي لاحظ شوف إشارته حلوة جدا. طب الكرة أوت، الكرة خرجت خارج الملعب، هاي الحكم واقف شاف الكرة طلعت اوت بباحة بنتبه شاف الكرة طلعت اوت بمد ايده برفع ايده مع الراية فوق ان الكرة اوت،
قالوا له هذا الى الخطوط لازم الحكم الاول، مش حاطتهم زياده الحكم الاول، لازم الحكم الاول دائما يتابعهم وياخذ من قراراته. هاي كره اوت، هاي ممتاز كره اوت. لاحظ الحكم شيء بعطي الشرط، الكره لمست، يعني انا طلعت بلوك، محمود طلع هاجم لمست ايده وطلعت اوت، شو بده يعطي الاشاره حكم؟ على طول بحط الرايه وبلمس الرايه من فوق. الكره ما طلعت اوت لكن الكره شو صارت؟ لمس تاتش بنسميه. هاي لاحظ الحكم حط ايده هان فوق الرايه على انه الكره لمست، بس لاحظ الحركات اللي بيكون فيها الحكم بشخصيه باناقه، لانه مآمن في شغله ان هذا شغله شيء مهم، فبكون ايش؟ حتى هذا الشيء بيجذب اللاعبين بيجذب الجمهور بيزيد ثقتنا في هذا الحكم. الاشاره لاحظ الكرة لما تيجي من خارج الأنتين أو لمسة الأنتين والحكم الأول مش شايف، أنا بلوح في الراية وبعطيه إشارة وبأشر على إيش؟ على المنطقة اللي صار فيها الخطأ. طيب صار في خطأ عندي لاعب مرسل لمس الخط، بعطي إشارة بلوح في الراية وبعطي إشارة على الخط. هذه الأخطاء ممكن الحكم الراية يعمل لها، يعني لاحظ عليه شيء في الحكم هذا برفع وبأشر. هذه الإشارة تعني إن الكرة إجت من خارج الأنتينة. طيب نكمل، يعني إذا الحكم ما سأل الحكم قال أوت ولا إيه؟ ما شافش الإشارة اللي كنا عنها، هاي برفع إيدي بهذا الشكل امبوسيبل أو استحالة التحكيم، أنا ما شفت الحكم ما بقدر أعطي قرار. تعب الحكم. إذا يعني هذه إشارات التحكيم اللي في كرة القدم، مهم جدا إن احنا نتعرف عليها جميعنا ونعرف كيف طريقة أدائها وشو مدلولها.